يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 35 والصغرى 25، الإسكندرية 32-25، مطروح 30-23، بورسعيد 31-25، إسماعيلية 36-23، السويس العظمى 35 والصغرى 24، العريش 33-24، طابة 37-27، شرم الشيخ 41-30، الغردقة 40-30، الأقصر 42-28، أسوان 43-29، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 39-28، وأخيرا حلايب 35 والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.